السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في موضوع جديد خالص على قناتي، أفكار بسيطة لبلكونة بسيطة. مش لازم بلكونتي تبقى مكان للكراكيب والحاجات القديمة، تعالوا بينا نشوف كام فكرة بساط خالص لمكان بسيط جدا. مش لازم يكون الفيو واو، مش لازم تكون منطقة راقية جدا، أنا في منطقة متوسطة. اول حاجه بعملها في بلكونتي وبراعيها ان انا احط مكان للقعاد، يعني المكان ده الصبح لازم نشرب فيه الشاي، ترابيزه وكرسيين، اوقات بنفطر فيه، الشمس بتاعه الصبحيه بتبقى جميله. والاهم من القعده بتاعه الشاي او الفطار الزرع بتاعي. احط الزرع في البلكونه ازاي؟ هقولك على كذا فكره. الفكرة الأولى طريقة الأرفف اللي أنا عاملاها بمنتهى البساطة، العمودين الحديد اللي على الحيطة دول عند أي موان، والحامل الحديد، وبتحطي عليه خشب أو ألواح من الخشب وحاطة فوقيهم الزرع بتاعي. أدي طريقة عشان تجمعلي عدد كبير في مساحة صغيرة، إنك تعملي مجموعة أرفف. أو طرق تانية، إن أنا أعمل مثلا دولاب بسيط زي اللي هناك ده، جمعت الكراكيب جواه، خصوصا كراكيب الزرع كتيرة قوي، أحط فيه البيتمس والكمبوست والطينة والرملة والآثار القديمة، ومنه يبقى زي ترابيزة. كمان الترابيزات القديمة خرجتها في البلكونة، مش كركبتها بقى، حطيت عليها آثاري، وحتى السور استغليته في إن حطيت شوية صبارات. ولو هنتكلم عن سور البلكونة، راعي إنك تأمني الناس اللي في الشارع. السلك الحديد ده اللي انا عامله بيه حبال الغسيل محوطه على كل مجموعه اثاري زرع، السلك وربطاه في السور كويس قوي، عشان لا قدر الله القطه لو طلعت على السور او اي عصافير او يمام وقف على اثاري زرع ما يقلبهاش على الشارع. لو هنتكلم عن الالوان الجميله المبهجه للعين، انا بحب الجهنميه زي ما انتم شايفين، شغاله شتا وصيف، الزهور بتقع بسرعه وتتبدل تاني ويطلع جديد، الوانها جميله، منها الفوشيا والاحمر والاورنج، وكان عندي الابيض، ما بتحتاجش رعايه كبيره في السماد وفي الميه. لو محتاجه حاجات ليها ريحه حلوه وحطها جنب الشبابيك، يبقى الريحان، يبقى شجر الفل، ويبقى مسك الليل. دي الحاجات الجميله اللي تحطيها جنب البلكونه او جنب باب الشبابيك كده، بحيث الريحه تبقى داخله الشقه. محتاجه حاجات تستخدميها في البيت غير الحاجات اللي هي ريحه، انا عندي النعناع الصحراوي ده، او في المشات اللي يقولوا نعناع سعودي، او يسموه الحبك في الخليج، يسموه الحبك، خطير على الشاي، بحبه يكون موجود عندي، هو النعناع البلدي ده، النعناع السعودي. المرمريه موجوده، الروزماري موجود في البلكونه، بحيث انك لما بتحتاجي منهم بيبقى موجود عندك في البلكونه لو محتاجاهم للاكل. دي الحاجات اللي ممكن نستعملها في الاكل. بتسافر كتير او ما بتهتميش بالزرع كتير، ممكن الصبارات، المناظر الجميله جدا بقى، الكاليوس بالوانه الزاهيه، كل واحده من الكاليوس لما تتاملي فيها بتحسيها لوحه او تابلوه سبحان الله رائعه، بيسموه السجاد، يعني نبات السجاد او الكاليوس ليه الوان كتيره جدا. الصبارات بقى من الحاجات اللي تستحمل جدا ان الواحد يسيبها لفترات طويله. الخضار دي شجر الطماطم ظهرت اهي عندي، ومن الحاجات اللي بتتزرع في البلكونه بسهوله جدا جدا، الطماطم والفلفل. انا الشتاء اللي فات كنت زرعه شويه فلفل الوان تحفه، وكله كان طلع بالوانه جميله، يعني كنت حاطه فلفل الوان حلو قوي بالاحمر والاصفر فبيطلع حلو. الصبارات بانواعها، لو مش بتهتمي قوي بالزرع وممكن تهمليه فتره، الصبارات تستحمل، تستحمل العطش وتستحمل هتقعد فتره كده. فانا عندي مجموعه من الصبارات غير اللي انا حطاهم بره الشقه، دول المجموعه اللي في البلكونه، حطاهم برضو على كذا رف، ده نوع من النباتات طلع لوحده كده بين الزرع، فانا عملت له تكاثر غير الصبارتين دول اللي كان في الاول، وكترت منه في اثاري لوحده. الادوات بتاعه الزرع بتحطيها على الارفف اللي تحت. دي صواني الشتلات، بحتاجها طبعا نوعين من الصواني، لما بكون بزرع من البذور فبحط البذور عندي في البيتموس هنا في الصواني دي، ولما تكبر وتبقى شتلات بنقلها في اثاري الزرع. فدي من الحاجات المهمه قوي، الصواني دي بتتباع في المشاتل. الدولاب مهم قوي للكراكيب، بحط فيه بقى كل حاجه الزرع تبقى ملمومه كلها جواه، ومنه يبقى زي الترابيزه زي ما قلنا. اهتم بالالوان المبهجه، انا بحس اني مش بلون في الزرع، انا بلون حياتي بامانه، لما بتلوني الوان كتيره وجميله كده، حتى الاثار اللي قدرت ادهنه ولونه من بره لونته ودهنته عشان ما تبقاش مجرد اثار لونها اسود،
اللي قدرت ألونه بألوان عندي أبقايا بويات أو غيره اتعمل بحيث تلوني مش البلكونة ومش الزرع، أنا بحس بلون يومي بصراحة أو بلون حياتي. يكفي بس القعدة الصبح بمنتهى البساطة في المكان البسيط الرقيق ده مع شوية شمس الصبحية مع كوباية الشاي مع ريحة الزرع وريحة الخضرة، ويا سلام بقى مع كل ده لو صوت العصافير وصوت اليمام. وهقولك ازاي تكملي اللوحة دي بصوت اليمام والعصافير. اوعي تنسي على سور البلكونة حتى لو مش عندك زرع عشان تاخدي ثواب كبير قوي. بصي الطاجن الفخار اللي فيه المية ده، الحمام واليمام والعصافير كلهم عارفين مكانه وبيجوا كل يوم يشربوا منه. كل يومين خديه ونضفيه واغسليه كويس ومليه تاني، هتاخدي ثواب كبير جدا وتكملي اللوحة الجميلة بتاعتك دي بأصواتهم المبهجة الحلوة جدا. يا رب الأفكار البسيطة دي تكون عجبتكم، وأشوفكم بخير في فيديوهات تانية إن شاء الله.